القلب نارك شو اللي جرى شلون انهدم دارك احكي احكي وحاجتك الدمع ما يفيد فيد اللي ماشي مثلك بمشوارك احكي 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 لنعرف شو سبب هالحال عم الهدوء اركض وراك يا مال احكي وفيد يلي مضيعك مال نازلك مرة صفيت عهالمنوال وين المثل وين القيم ضاعت ما بين ظلم وألم حسين بعيونك ندم مين اللي عم يسرع بقلبك ضع بيهمه تبقى هزيل بآخر صف اتزوق بر من كل عل صنف كفك بكفي نبقى سد وصف ونقول لا 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 وميت لا تمرد وصار عسير بوش الريح لا تقبل بواقع مريض وجريح خليك بكلمة حق جريء وصريح لا تستكين للصمت لا تستكين للصمت كسر كسر حاجز الصمت شوفي فاتن طالما برهان خدمني فيكي قصدي خدمني لما عرفني عليكي انا ما بقدر الا اخدمه وخليه يستفيد طالما ما حدا رح يتعرض لك بس اذا حدا تعرض لك انسي انه برهان صاحبي ديري ظهرك وامشي هديك المره واحد من ضيوفه حاول يتحركش فيني يعني صار يقلل الادب معي امتى انا تركت الطاوله ومشيت عم برهان زعل كتير لا 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 شوفي إذا واحد قال الأدب معك لازم تمشي بس إذا مجرد حكي يعني عادي يعني الحكي شي منه كتير لا بيقدم ولا بيأخر أما قلة أدب لا يعني هلأ أنت بدك يعني أرجع أسهر معناها هي دبرهان وسناء عادي أنا كمان ما بحب أكسر حريتك يعني اللي بتشوفيه اعملي بس وقت نتزوج جنس مخلوق ما بصير يقعد معك لا برهان ولا غير برهان أنا رح حاسب ونطلع نتفتل شوي بالسيارة ما شفنا شي مطعم نتغدى فيه لا لا معلش أنا ما بقدر لأنه البنات عم يستنوني بالبيت عم يستنوكي بالبيت مو بالشارع معلش خليها غير مرة يعني غير مرة نتغدى سوا مو مشكلة معناته التفتيلي بالسيارة لازم تطول شوي بصراحة أنا مش بعت منك أبدا
شو لسه ما بلشتوا؟ عم نستناكي مشان نبلش سوا. يلا تفضلوا. يلا. بس والله برافو عليكي، بتعرفي تطبخي هيك طبخات. ابتسام، كل الاكلات الشاميه يلي على اصولها كانت تطعمني اياها بتركيا. بس انت يا ابتسام ما شفتي اختك شاديه وهي عم تطبخ البسماشكات والكباب وورق العنب مع الشرحات والدهنه ولا؟ كلوا بابا كلوا، ليش صافنين؟ كلوا حبيباتي كلوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يلا تفضلوا. تفضلي. فرضي انه ما عملته لطفيك، شو عمل؟ شو بدك تعملي يعني؟ بدك تعبدي على جرحك وتسكتي. خايفة ما اقدر يا ناهي. وهلا ما فيك تطلبي الطلاق لانك رح تتبهدلي، خاصة انه اهلك ما عندهم علم بخبر زواجك. طيب يعني معقول ضل على زمته وهو؟ نحن الضلع القاصر يا سناء، نحن الاضعف، نحن الفقرة، نحن يلي مالنا حدا. مو صحيح هذا الكلام. أنا لما كنت أشتغل موظفة بمستشفى لا كنت حس إني فقيرة ولا حس إني مقطوعة. كنت عم تكابري على حالك، لك نحن كمالة عدد بهالدنيا. مو صحيح. خلص يا ستي اطلب الطلاق. وبلكي تغير. يا ستي إذا تغير مبروك عليكي، وإذا ضل مثل ما هو الله يعينك على ما بلاكي. شو؟ أم حوى ولا شعيرة؟ والله ما بعرف إذا كان أم حوى ولا شعيرة. يعني وافق ولا ما وافق؟ الأمر بيعود إلي، وبالنسبة إلي هو ما عنده مانع. شو يعني؟ ما عنده مانع تسهري مع رجال غربة؟ الأمر بالنسبة إله عادي. عادي؟ لا عم، شو صاير لهرجان؟ هلا المهم أنت شو قررتي؟ بصراحة أنا خايفة كتير ومحتارة. سامي بقدر ما حبيته، بقدر ما اليوم خفت منه. قديش كنت أقول عنه خجول، اليوم حسيت أنه ما عرف الخجل بحياته. حتى أنه بالسيارة حاول أخذني على القرنة مقطوعة، بس أنا ما سمحت له وكنت حأنزل من السيارة. المشكلة الأكبر أنه أنا حبيته. ما بعرف الأمان اللي كنت معاني فيه، حسي إنه عم يتبخر. هلأ إنه بعد ما عرف إنك حاببتي وبعد ما طلعتي معه أكتر من مشوار ويحاول إنه يمسك إيدك أو ممكن يكون عادي، بس إنه يسمح لك تسهري مع رجال غربة وهو مو موجود، هذا اللي مو عادي، لأنه هيك بيكون قرب كتير من برهان. Thank you.
عبد. كيفك يا صاحبي؟ كيفك يلي كنتي حبيبتي وفجأة صرتي حبيبته؟ تامر، المكان غير مناسب للعتاب. عتاب؟ لهالدرجة الموضوع بسيط بالنسبة إلك؟ أنا جاي عاتبك لأنك غدرت فيي يا عابد؟ لا، الموضوع أكبر من هيك بكتير. بعدين يعني لازم يعرف المطعم والشباب مين هالزبون الأكابر يلي عميل في عليه. لحظة، لسا ما كملت حكي. انت عملت عمل بطولي ما؟ طبعا خيانة والغدر بهالايام عمل بطولي، ما هيك يا نوال؟ طيب نوريني، نورني، قلي انه حبيبتك ما بدها ياني بدها اياك. وانتي ضاقت الدنيا عليكي؟ ما لقيتي غير صاحبي عابد؟ قلي لي، كنت تركن لبعض. بس الضرب على الظهر بيوجع يا عابد ما؟ أنا آسف. خلاص هذا هو، ما رح أعمل شي تاني. هيك بيكون وصلني حقي تمام. هي رح تدفع تمنها غالي يا تامر. ما دفعت وخلصت. لسه ما دفعت شي. إيدك وما تعطي، أنتي ولا بضاي تبعك. لا توخصنا معلم. ربيع، شو عم تعمل هون؟ أنا شو عم بعمل هون؟ ما هذا مطعمي. معقول؟ هذا اللي طلع معك؟ اللي خليت الانتقام لرب الانتقام. هذا انتقام هاد؟ هذا ألعن انتقام، هذا قمة الانتقام بنظرك. أنا بعرفك كيف تفكر. كنت حضران من أولها؟ لا، جيت كانت المناظر مبلشة. انشفى غليلك ما؟ ما كنت طمعان أكتر من هيك. تراهن إنه خسروا بعضه؟ ما شفتها كيف انتترت وتركته بعد ما لحشت الخاتم بوشه؟ شفتها قديش طلع جبان؟ هلا هو بجوز ما يكون جبان، بس الواحد وقت بيكون الغلط راكبه وبيتربط طلع عليه لهلا ما رفع راسه. يا سيدي هو بيعرف انه اذا رد عليك رح تاكله بلا مرح. ايه سيدي، انت اكيد لسه ما تغديت بقى، شو رايك؟ لا امي، اليوم عملت لي اكل خصوصي ولازم اروح على البيت. بتاكلها بكره؟ التازه اطيب من البيت. طيب شو رايك بكره تجي انت والشله عازمكم هون عندي بالمطعم على العشاء؟ عازم الشله كلها؟ اقل منها حلوان المطعم. ايه ليش لا، يلا بخاطرك. ايوه يا اهلا. ايه شفتي شلون انه سامي طلع متحضر؟ هلا اللي بيترك حبيبته تقعد مع الناس بدون ما يكون موجود بيكون متحضر؟ يا سناء، الشغله ابسط من هيك بكتير. هي لها علاقه بالغيره، وسامي ما بيغار. في حدا ما بيغار؟ طبعا في. ايه بس اللي ما بيغار معناته ما بيحب. غلط، في كثير ناس بيحبوا حتى الموت بس ما بيغار، هيك تركيبة نفسيتهم، وسامي واحد منهم. يا ستي وانا في شيء من سامي، ما بغار كثير، بدليل اني تركت ابو دياب يحكي مع سناء طول السهرة مع انها مرتي. بس انا بعرف مين وهي مرتي. وبتعرف مين هو ابو دياب؟ بعرف انه رجل ماله غير الحكي وفت العملي، والحكي ما بيضر والعملي بتفيد. لهالدرجة بتهمك المصاري؟ ليش انتو قديه صرتوا ساحبين مصاري من وراء قعدتكن معي؟ اذا مو مهم ليش لحتى تاخدوها؟ دخيلكن لا تعقدوا المسألة، لا تعقدوها. المسا حضروا حالكن. على شو؟ عازمكن على العشاء ولحالنا. سناء عاوزك تكلمي. بلعنا ما؟ ما بعرف،
أنا لازم أتصل بسامي مرة تانية. وأنا كمان لازم أحكي مع تيسير، لازم أرسى على بر، لأنه منطق برهان ما عاد عجبني بنوب. اشتهدلك من امبارح لليوم. سناء، انت بتحبيني ولا لا؟ بحبك. تثقي فيي ولا لا؟ بثق فيك بس. يا ايه يا لا. انا حابك تجربي البودرة، شمة صغيرة وشوفي اذا ما بتمسكي نجوم بايديك. شو هاد برهان؟ هيروين ولا كوكايين؟ هذا بيسموه كوكو، واذا ما قلتي كوكو بعد ما تشميه ببطلكم برهان. لا لا يا برهان لا. تصطفي وانت كمان ما لازم تشمه. انا غير انتي. انت بتعرف هاد شو بيعمل بالاعصاب؟ عفوا نسيت انك ممرضة. لا ليش كملتي؟ لانك زوجي. غلبتيني. بلاء بلاء كله. مع انه اغلى من الذهب بس انت اغلى. هيك بيكون وصلني حقي تمام. يا ماما شوفي فهميني. الله يخليكي ماما، اتركيني شوي لحالي هلا بدي. طيب مثل ما بدك. الآن يا حبيبتي ما بيصير، في عندك مدرسة الصبح. يا الله يا ماما قديش فرقت معنا. شو هي اللي فرقت معنا؟ انه خالته شادية تيجي لعنا وتطلع وهي مبسوطة. بتعرفي عشت كل عمري انا وابوكي خايفة من هاي اللحظة، خايفة من ردة فعل مرته وقت بدها تعرف انه نحن متزوجين. ليش كنت شاكة انه حتعرف بيوم من الايام؟ طبعا لكن كيف؟ قصة الزواج لو ضلت 100 سنة مخباية إلا ما تنكشف بالأخير، خاصة إنه عيلته الثانية موجودة. وقت نزلنا على الشام ما مر علي يوم بدون ما أقلق.
بدون ما أخاف. يا ما شفتها وتخيلتها وهي فايتة علي أنا وأبوكي بالمنام؟ بالمنام وأنا وصاحية. بس قديش بابا كبر بعيني وقت مسك فيكي؟ أبوكي منيح، منيح كتير، بس الظروف هي اللي حكمت. وهلأ أهم شي إنه التميتوا على أخواتكم. بس أنا حبيت رائد أكتر من ربيع. لا وربيع كمان طيوب، بعدين لولا ربيع كنا ضلينا كلياتنا معلقين. انت بتعرفي انه خطبته يوم الخميس الجاي؟ طبعا هو قال لي، قال انه نحن معزومين. بالله انت شو رايك؟ قمر الليالي معروف بعيد وساكن بالعالي، لكن أول مرة بشوف فوق الأرض وبين ألوف قمر بيمشي ويلالي. قمر الليالي معروف بعيد وساكن بالعالي، لكن أول مرة بشوف فوق الأرض وبين ألوف قمر بيمشي ويلالي. لأنه راقي، بما أنه نحن راقيين فهذا المحل أنسى محل أبي. وأبو دياب راقي؟ أبو دياب مليان، لذلك هو راقي. أنت أكيد ما عزمت. يعني ما كنت قلت لك هاي الليلة إنا بدنا نحكي فيها كلام مهم. هذا الكلام موجه لكم أنتوا الثلاثة حتى ما نرجع ونعيده مرة تانية. أنا أهم شيء عندي أني وقع عقد الشراكة على مشروع أرض المحبة مع أبو دياب. يعني بدك تتحملي خلاصته اليومين ثلاثة لبين ما وقع عقد الشراكة معه. على هو الحديث اللي دار بينه وبينه، والعقد راح يتوقع خلال يومين. بعدها راح بحجر عليكي وما خلي عين بشر تشوفك. وإمتى راح تعلن زواجنا؟ أنا المفروض سافر لعند أهلي بالأسبوع. قربت سناء قربت، أنا عم بستنى رجعت ابني من السفر لحتى يوقف معي بوش أمه، لأنه أمه بتنام على إيده. بقى لا تشغلي بالك بهالموضوع، خلينا نرجع لحديثنا الأولاني. هذا أفخم مطعم معلم. ولك نحن بدنا أفخم مطعم، بدنا مطعم فيه نسوان. هذا معلم طلع بعينك. لحمة. شوفي معلم، وقعتي بين ايدي. مين هاي معلم؟ بدكم تعرفوا الحقوني لشوف الحقوني. خير شوفي كيفك ناهين؟ اهلين. بس اهلين مشان نحكي عرواء ومين مشي من هون. مين حضرتك؟ شو تطلعي معي ولا بعمل لك فضيحة بالمحل؟ مين وهال؟ اسمي مجيد مو هاد. ايه شو بدك منا؟ بنصحك تتفرجوا بس، انت رجال كبير وباين عليك مقدر. قومي بلا نعمل شو شراء. ماني قايمه، انت شو بدك منا؟ رح عدلك ثلاثه واذا ما بتقومي. طيب طيب عدي حالك شوي، بحكي قدام العالم بلشت الناس تحس علينا. تفضل انتو خليكم قراب مني، بجوز احتاجكم. ما تعرفنا على حضرتك؟ برهان مرزوق. وشلون لحتى الله رزقك فيهم؟ المهم اني بعرفهم. وشو بتعرف عنهم؟ مجد انت شو بدك مني؟ ما قلت لك انه كل شي بناتنا انتهى؟ لا ما قلتي لي، هربتي بدون ما تقولي لي. عم قل لك اصلا ما كان في شي بناتنا. عن جد ما في شي بناتنا؟ كل اللي بناتنا ثلاث اربع قعدات قعدناهم سوا وقدام الناس والعالم مو لحالنا. مطالبتي مني اني جواز؟ وانت ما قبلت، معناتها خلص كل واحد بيمشي بطريق. وانا طريق من هون. يا سيد مجيد طالما انه في تفاهم بيناتكم المفروض انك تفرق المسألة. وليش مين قال لك انه انا بستنضف اقعد معها؟
بس في لي حساب معه بدي صفيه. أنو حساب؟ حساب كل قرش أخذتي مني. قالي شو أخذتي مني مصاري؟ قالي لي الصرف صرفته عليكي؟ كل شيء أخذته منك بيصلك غيره. بس هيك ما بينشفى غليلي، وقت تهربي مني وبتغيري بيتك بتختفي أنت وهالمنظومة، هاد ما بيتمرق هيك. شايفة قديش الدنيا صغيرة؟ هاي ليكني كمشتكم. طالما رح تعطيك مصاري معناتها أقصر الشر يا ابني وروح. طالما أنت قد أبي كيف تقعد معك شكيلات؟ أنا ما بسمح لك تحكي بهي الطريقة. وقديش المبلغ؟ حوالي 150 ألف ليرة. شو؟ بالقلم والورقة مكتوبين. الاسم الثلاثي لو سمحت. مجيد عبد المولى فاضل. تفضل، هي 150 ألف. بتعرفي شو عبالي هلا؟ سيد نجيب، نحن بمحل عام أرجوك. ما هي نصبت علي بمحل عام. إذا بدك فوايد على المبلغ أنا ما عندي مانع. حقبلها منك. بس نصيحتي إلك، هدول البنات ما بيتعاشروا لأنهم بيشمسوك، وهالمنظومة هاي كل يوم تمشي مع واحد هي ورفيقتها. أنا؟ لا، أنت بيصلى على ديالك. لا تصدقي سناء، هذا واحد كذاب ومنافق، لأني تركته بده يشوه سمعتي قدامكم السنة اللي فاتت. إيه أنا أصلاً ما بعرفه، بحياتي ما شفته ولا قعدت معه. لكن ليش ما سكتوه؟ مالك شايفه أزعل وجايب معه اثنين، كل واحد قبض الحيط، كيف بدنا نرد عليه؟ سيد برهان، كان لازم أنت اللي ترد عليه، نحن قاعدين معه. أنا رد عليه وما بعرف الطبخة اللي طبخينا سوا. أنا نزل مستواي وتعالق معه مشان التخبيص تبعكم. هذا اللي كان قصدي. أنا رايح على الحمام. شو سناء؟ كأنك صدقتي؟ معقولة تصدقي عني هيك؟ أنا كل يوم بمشي مع واحد؟ لا أنا ولا أنتي، هذا واحد كذاب وهو غرضه ينتقم مني لأني زبلته. شو سناء؟ باين عليكي ما صدقتي؟ هو مبين إنه أزعر كذاب، بس أنتي كيف بترافقي هيك واحد؟ أنا اضطريت أحكي معه لأنه هددني بالمسدس. أنا آسف. بس هيك بيكون وصلني حقي تمام. هيك بيكون وصلني حقي تمام. هي رح تدفع ثمنها غالي يا دامر. ما دفعت وخلصت. لسه ما دفعت شي. ايدك وما تعطي انتي وهالقبضاي تبعك. حسام طارق، خلصوا الشغل بين ايديكم فيكم تروحوا على البيت. يلا يعطيكم العافية اليوم. الله يعافيك يا رب. اهلا وسهلا، تفضلوا. نحن بس عم ناخذ فكره. اهلا وسهلا، المحل محلكم، تفضلي مدام. نعم.
الله يسكر المحل. شكرا معنا. الله معك. هو طال السهر يا ليل وكترت مواويلي وقال الوتر يا ويل من شردوا ليلي. طال السهر يا ليل وكترت مواويلي وقال الوتر يا ويل. انتوا هيك ما عدتوا تفيدوني طالما في مجيد في غيره وغيره وغيره. لازم لأي غيركم ما يكونوا مشبوهين، بس بالأول لازم طبخة أبو دياب تستوي ونكسب منها، بعدين بتفرجوني عرض كتافكم. حدا بيتصل بهيك وقت؟ أنا اللي بتصل بهالوقت. وليش بقى؟ الآن قلت يعني هيك بلكي بسمع صوتك وبقدر نام. بتصدق إنه أنا كمان قلقانة؟ صار لي ساعة عم حوص بالبيت وما عم بقدر نام. خير خير إن شاء الله. مو أهلك جايين لعنا بكرة؟ إيه بس المفروض هذا يسعدك مو يقلقك يعني. مو أنا قلقانة من السعد؟ صح، برافو عليكي. عرفت مين بكره حيجي؟ قلت لي خالتك التنتين وعمك. وجوز خالتي ومرت عمي وبنت حماها وجي. يعني كم واحد؟ يا ستة ثمانية والعريس اللي هو حضرتي مصير تسعة. تسعة؟ بدك اختصر لك منهم باختصر، ما عندي مشكلة يعني. لا لا بس منيح اللي قلت لي لحتى اعمل حسابي. وانا عم دقلك لقلك. يعني مو مشان تسمع صوتي. ليش وقت بدي اقول لك؟ يعني ما بتسمعيني صوتك؟ هلا المهم بعد ما سمعت صوتي وقلت لي اللي بدك اياه. شو؟ مشتاق لك. مشتاق لك جدا. وما بعرف كيف رح يمضى الوقت لحتى اشوفك. نام بيمضى الوقت. تصبح على خير. وانت نهار. تصبح على خير. يا سناء يا حبيبتي، الزلمة دعيك على الغداء، بتتغدوا سوا بمكان عام وبترجعي على البيت وما في لزوم انه يوصلك. وشو مناسبة دعوته إلي على الغداء؟ في موضوع خاص بده يفتحه معك. برهان؟ أنا زوجتك برهان؟ لا بعرف بعرف. الزلمة ما رح ياكلك إذا مشان ريحته. مو ضروري تقعدي جنبه، هدي مواجهه. أنا ما عم صدق. ما عم صدق. ولي علينا شو بتكبروا الموضوع؟ لك مجرد حديث. وبصراحة حتى ما تتفاجئي، أبو دياب بحبك. إيه وشو فيها؟ ممكن العالم كلهم يحبونا، بس المهم نحن منحب مين؟ أبو دياب واشش. خديه على قد عقلاته. وكيف يعني اخده على قد عقلاته؟ يعني اذا قال لك بحبي قولي له انا كمان. يعني قول له بحبك يا برهان؟ لك مجرد كلام، هي كلمه. انت شو حتدفعي حقها؟ انت قولي ايه وتاني يوم تلاقيني وقعت العقد معه ولا بقى يشوف وشك حتى ولو بيدفع تقلي كتاب. على العموم أبو دياب هلا مسافر، بده 3 أيام لحتى يرجع. بس أفهار وعقب عدك سناء، أنت ما بتعرفي شو معنات أني نزلوا شريك معي.
بعرف. لك شو أنا وشو أنتي؟ أنا وأنتي واحد، وحياتك نحط لك مليون ليرة بالبنك وتحت الحساب. كأنك نهستي ما دقيقة بس لساوي أسناني وارجع لك. لا 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 يا الله، لك شو بكي صار لك ساعة عم تتأفأفي؟ منك ومن عمي ضليتوا تجيبوا سيرة الخطبة قدامي لحتى خليتوني اشوف حالي مخطوبة بالمنام. ومين خطبك؟ أغلظ واحد عنا بالصف ما بطيقه. خطبك خطبك؟ لبسني خاتم ألماس خلود، بصير شوفه بمنامي عم يخطبني وأنا ما بحبه. ايه بجوز لأنك بتخافي منه. والله بخاف منه، أحياناً بيطلع فيني تطليعة بحسه حياكلني، ومرات بيتفشني وبيعمل حاله مو شايف. ايه ما تشكي للأنسة؟ الأنسة أمه. اشكي للمجأة أو للمديرة؟ بزمتي لأشكي للمديرة، بس مديرتنا بتخوف على طول المعصبة مثل يوسف رزق. خلاص إذا تاني مرة أرشك أنا بروح وبحكي مع المديرة. أنتي صدقتك. باي. كأنه هالبنت ما بتحبني. سيدي وصيتك ماما عليه؟ قلت لها بده يومين لحتى يخلص. يومين؟ لانه في اغاني مو موجوده عندنا بالمحل فبدي اجيبها من برا. طيب هدول اغاني بدي اياهم على السي دي واحد. جميل. شو؟ هاي الغنيه وهي وهي تبع عمار. هدول كمان بدي اجيبها من برا. بس ولا يهمك، بحاول امن لك اياهم بكره قبل الظهر. قديش بدك حقهم؟ انا اخذت حق السي دي الاولاني من امك، لتجي بكره ما في مشكله نتحاسب. طيب ما شكرا. شرفتي، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. شو الظاهر ما لقيتي طلبك عنا؟ بلا. طيب ما بلاقيكي حاملة شيء؟ سجلوا لي سيديان بكره نفوت. طيب الشباب ضيفوكي شيء؟ ما في ضرورة. لا 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 ما بصير، يعني هي فترة المحل. تفضلي. معلي مرة ثانية. لا ما في مرة ثانية، تفضلي. حسان؟ ايوه. هي عصير بردان، يلا. تكرم عينك. تفضل تفضل. لا ورا المكتب. تفضل. انا اسمي تامر عبيد وكتير مبسوط انك حتصيري زبوني عنا هون بالمحل. انت اسمك ملاك صح؟ عبير. عبير اسم له علاقه بالورد. انت وين ساكنه؟ قريب من هون؟ يعني بعد شهرين. يعني أول مرة بشوفك عنا هون بالحارة. إيه نحن بالصدفة عرفنا إنه في محل سيديات هون. كأنك ملبكة شوي. خليني أمشي لو سمحت. لا والله، قبل ما تشربي العصير. ولو هو سؤال فضولي، أنت شو عم تدرسي؟ كنت بعد البكالوريا ما طلع لي ولا فرع بالجامعة. أنسي عبير، أنت مخطوبة شي؟ لا. أنا آسف، يمكن تعتبري سؤالي وقح. أنت مرتبطة بحدا؟ حاكي فيكي حدا؟ لا. طيب تقبل يكون هالحدا؟ Thank you.
تفضلي يا ناس. اسمحلي بدي استاذن. لسا ما شفتي العصير؟ معلي مرة تانية عن اذنك. مع السلامة. هاي نشرة جديدة عن الايدز، اطلع عليها. دكتورة، عم فكر نزور مريم ببيتها اليوم. انتي ومين؟ انا ومايا، ورح يروح معنا ابوها اسعد، واذا بتروحي معنا حضرتك بيكون احسن. والله ما بقدر اليوم، جاييني وفد طبي من هيئه الامم المتحده ولازم اكون موجوده. بعدين انا ما بظن انه اسعد بيقدر يروح معكم. لا بس هو صار اليوم الصبح فاق، لقى شويه طفح حوالين تمه، وانتي بتعرفي قديش بيخاف على منظره. اجلوها لبكره، اذا تحسن بنروح كلنا سوا. تفضل. اهلين عواد. مرحبا دكتورة. اهلين. كنت جاي اسالك عن مدام سلمى، وهذه لحسن حظي موجودة عندك. انا اسفة، هلا كنت جاي لعندك، فيك تسبقني على غرفتك؟ غرفتي قاعدين ينظفونها، ممكن نسير الجنينة ونتكلم هناك. اي شو علي، الجنينة حلوة والمنظر كثير فيها لطيف. تفضل. يلا مدام سلمى. عن اذنك دكتورة. الله معكم. هلا ماني مصدقة، ماني مصدقة انه برهان يطلب مني هالشي. ما قلت لك انه بيعتبر سناء مثلها مثلنا؟ كلنا في سبيل توقيع عقوده مع الاوادم، وسامي كمان مثلها مثل برهان. لا لك كيف لا، في حدا بيحزر على الرجال هلا؟ وانا برهنك كمان انه تيسير مثلها مثل برهان. تيسير ايه ممكن، بس سامي لا. ان شاء الله. وانتي قلتي له انه بدك تعدي مع ابو دياب الزفت؟ ما قلت له شي لأنه ما قدرت استوعب، ضليت متوقع أنه بأي لحظة ممكن يقول لي عم امزح معك. معقولة دش درويشة أنتي؟ العمى. لكن احنا بين إيدين مين واقعين؟ مو أنتي اللي بدك تغيري البيت؟ مو حضرتك بدك تقبي على وش الدنيا فرد قبة؟ ايه بس مو على هالدنيا، لك هي وحل الدنيا. وحل؟ وحل كلمة كتير بسيطة. قولي وسخ الدنيا. ليش في شي أبشع من الشي اللي بده ياني أعمله؟ إذا عم قلك تعملي هيك معناتها هذا برهان واحد. قوليها ولا تستحي، إذا مرته عم تقولها. في شي أخطر بس مو مسترجي أحكي، أكيد رح تشمتوا فيي أكتر وأكتر. لا فاتن ما بتشمت، يمكن ناهد، لأنها لا ناهد كمان باين عليها متأزمة أكتر منا وعلى غير عادتها، بس كمان ضل حابسة بقلبي. تفضلي. اختيارك رائع رائع لهالقعدة هون، وهي الإطلالة بتجنن. هذا من ذوقك. شوفي، مرة أخذونا على الساحل السوري، صدقيني يا مدام سلمى المناطق الحلوة الموجودة عندكم مو موجودة بالعالم كله، بس ناقصنا شوية خدمات. إذا تخدمت بلادكم بتكون أول بلد سياحي في العالم. بس أنا كمان بسمع أنه بلادكم حلوة كتير. حلوة بس معظمها صحاري، بتكون أحلى إذا عطيتونا من الجو اللي عندكم وأخذتوا شوي من اللي عندنا. لا يا عواد، نحن بنعطيكم بدون ما ناخذ من عندكم شي، لأنه عنا صحراء وماشي حالنا. لقيتها يا ربيع، لقيتها بنت ما بتشبه اي بنت بهالدنيا، بنت بتطير العقل مثل القمر. اخ يا ربيع شو بدي احكي لك، بنت طيوبه خجوله، لك صوتها صوتها فات على قلبي بدون ما يدق الباب. الله، شو هاد يا تامر؟ اللي شافك قبل ما تعمل الحادث ما بشوفك هلا، ليكون جرحك التهب مشان هيك عم تهلوس. معقول؟ معقول من نظره وحده؟ معقول فوت على المحل لقيها بوشي تخربط كل كياني من نظرة واحدة؟ وحياتك ما تنيتها، ومثل ما صار فيي صار فيها. كيف يعني؟ يعني تاخدت فيي مثل ما أنا تاخدت فيها، هيك حسيت من نظرتها.
يعني ولا بالأفلام؟ إنه أفلام؟ إيه تيجي الأفلام تأخذ من الموقف دروس. صعب، صعب كتير إني أشرح لك، ما رح تفهم علي. يعني هو أوكي عجبتك من أول نظرة، بس هذا الكلام اللي عم تقوله ما له علاقة بالإعجاب، هذا له علاقة بالحب الغميق. لهيك ضل وشها بين عيوني للصبح، وأنا عم بحكي لك هلأ قلبي عم ينط. تامر، مع احترامي الشديد للسرعة الخارقة اللي فاتت فيها لقلبك، بس أنت لازم ما تغرق قبل ما تعرفها منيح. مين قال لك إني ما عرفتها؟ بس بكرة رح أعرفها أكتر. يعني أخذت منها موعد؟ أخذت منها موعد. أول ما قلت لها أني بدي أخطبك خضرت وحمرت، طلعت رقد من المحل. يعني أنت فعلا ناوي تخطبها؟ إذا وافقت ما بتردد ولا لحظة. يا سيدي أنت فاجأتني. يعني معقول أسرع قصة حب في العالم تطلع منك أنت؟ بس إن شاء الله يكون شعورها نفس شعوري. لك أنت مين بيشوفك ما بيحبك يا تامر؟ قلت لي وعدتها بكرة. يعني مو موعد، هي عم تظبط سي دي عنا بالمحل، بس إن شاء الله تيجي هي ما تبعت أمها بدالها. شوف، إذا بعتت أمها خطبها منها فورا بدون ما أعرف رأيها. معنات أنا رح انتظر معك بكرة. يلا بدك شي؟ وين رايح؟ على المطعم. لا تنسوا اليوم العشاء عندي. ها، أنا اتصلت بالشباب وعزمتهم واحد واحد. الله يعينك على العزيمة. يلا شرف، روح معك. كسر حاجز الصم.